أخبار ستارز لليوم رح نبدأ مع قازم الساهر، ورح يكون قازم الساهر بتجربة درامية، ولكن التجربة درامية فعلا هيك تشبهه كتير. استعد إذن الفنان قازم الساهر لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى عن طريق الدراما السورية، وكان الساهر بدأ فعليا بتصوير المشاهد الخاصة في ضمن مسلسل مدرسة الحب، اللي رح يتطرق إلى قصص مختلفة، وكل قصة رح تكون عبارة عن ثلاث حلقات. إلى جانب غنائه وشارة المسلسل طبعا، رح يؤدي قازم الساهر دور راوي الأحداث بالمسلسل عبر قراءته لأشعار الراحل نزار قباني، يعني بمطرحها التجربة بتصور. ومذكر أنه الساهر بصدد إطلاق ألبومه الغنائي الجديد بوقت قريب. لايك من جينيفر لوبيز لنوال الزغبي بعد أن قام مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد بتصميم فستان على شكل جمب سوت للفنانة اللبنانية نوال الزغبي. بتصور هذا هو ستايل جينيفر لوبيز على كل حال، بس نشوف الصورة رح نعرف. بأغنيتها المصورة الجديدة يا جدع لبست هالجمب سوت نوال الزغبي، ونشر مراد على أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنوال بالفيديو كليب، فما لم يكن من النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلا أنه عبرت عن إعجابها بإطلالة نوال الزغبي وحطت لها لايك. أنابيلا هلال لموقع الام تي في، لهذا السبب قبلت تقديم ديو المشاهير. أنابيلا هلال اللي رح تقدم ديو المشاهير على شاشة الام تي في بتقول أنه قبلت بها الفكرة أول شيء لأنه الريع هو خيري، وهيدا شهدي شغلة مهمة، ولأنه بتعرف أنه الام تي في رح تكون عم تعطي هالبرنامج حقه وتخليه يكون بالمراكز الأولى لبنانيا وعربيا. وأكدت أنه إذا طلب منها الغناء بأي حلقة من حلقات البرنامج ما بتعملها أبدا، لأنه ما بتلاقي حالها بهالإطار. وعندما سئلت إذا كان ممكن زوجها الجراح التجميلي نادر صعب أنه يعمل هالشي، فقالت أنه كمان ما بتشجعه أبدا، فشغلته هو رسم الوجوه ونحت الأجساد مش الغناء. وبتحرص أنابيلا أنه بتقول أنه إذا وجدت نفسها عم بتقدم برنامج يعني عالمي، أنه ما تكون أبدا عم بتقلد، ولكن رح تكون أكيد عم تحضر البرنامج وتشوف كيفية التقديم لحتى اللي تكون الفورما يعني مثل ما لازم تكون، ولكن طبعا رح يكون عندها شخصيتها الخاصة. تعاون بين زياد وعمر للمرة الأولى. بتعاون النجم المصري عمرو دياب للمرة الأولى مع النجم والملحن اللبناني زياد برجي بألبومه الجديد اللي بيطرحه ببداية العام المقبل. وكان برجي بدأ التحضير لأعمال عدة رح يقترحها على عمرو دياب، يلي من المتوقع أنه يختار منها أغنية أو أغنيتين. من ناحية أخرى، أوشك زياد برجي على الانتهاء من التحضير لألبومه الغنائي الجديد، وهو بدأ يضع اللمسات الأخيرة عليه، وهو بيقوم حاليا بتلحين اغنيات عده لمجموعه من الفنانين العرب، منهم النجمه اليسا من بعد ما حققت يا مريتي نجاح كثير كبير. في كمان اغاني للفنانه نانسي عجرم بتصور، ايه لانه رح يكون عم يلحن زياد برجي اغلب اغنيات البومها الجديد. جوزيف عطية صيفيته كانت عامرة، وبيقول أنه هالكليب يلي رح يطرحه قريباً رح يكون عم يلخص هالصيفية. عبر الفنان جوزيف عطية عن فرحته الكبيرة بنجاح حفلات صيف 2015 اللي أحياها بمختلف المناطق اللبنانية والدول العربية، وأعلن عن بدء تحضير لكليب جديد لأغنية لا تخليني، رح يضم مشاهد من عديدة من لقطات حفلاته تخليداً لنجاحاتها. وقال جوزيف عطية هالصيفية كانت عامرة بالحفلات والمهرجانات الرائعة، فحبيت الكليب الجديد يكون ملخص عن بعض حفلات هالصيف. كارول صقر تعود بديو مع ملحم بركات. بتعود الفنانة كارول صقر إلى الساحة الفنية بعد ما غابت لفترة طويلة عن تقديم أعمال جديدة، كان آخرها غناء أغنية بدي شوفك كل يوم للفنان محمد جمال. وما رح تكون عودة كارول عادية، لأنه رح تجدد أغنية يا حبي اللي غاب للموسيقار ملحم بركات. وأكثر من هيك، الموسيقار ملحم بركات رح يكون في ديو بينه وبين كارول صقر لها الأغنية، فطبعا رح تحقق أكيد
نجاح كبير. وقال ملحم بركات أنه اختار كارول واختار لها هالأغنية أغنية صعبة لأنه بيوثق بصوتها كل الثقة، وكان سبق ولحن لها كمان أغنية لكارول، وكان ظهر بالكليب مع فعلقة حلوة بتربط كارول صقر مع الموسيقار ملحم بركات. نحن بانتظار الأغنية الجديدة. باسم وماجي موظفان في قصر بعبدة. يؤكد الممثل باسم مغنية بعد انتهائه من تصوير أدواره بالسيدة الثانية أنه هالفيلم بيحمل الكثير من الرومانسية بالإضافة إلى مزيج من الضحك والبكاء. فالفيلم كما بيشير مغنية بيتمحور حول علاقة السلطات اللبنانية شبه المعدومة مع المجتمع، طارحا مشكلة الطبقية كأحد أبرز المشكلات اللي بتوقف عائق أمام تقدمه. وبيطرح الفيلم وجهات النظر المختلفة بالبلد الواحد، ويظهر كيف بيكون البعض همزة وصل حقيقية بين السلطة والشعب. بهالعمل بيأدي باسم مغنية مع ماجي بوغصن دور شخصين من الطبقة الفقيرة بيحصلوا على عمل بالقصر الجمهوري، وبشكله همزة هالوصل بين الناس إذن وبين أو بين الرئيس وبين الشعب. من جهة أخرى أكد مغنية أنه اسم يعني باسم المخرج بيضبط حاله قدام باسم الممثل وما بيعود يعطي رأيه كتير، وإذا بده يعطي رأيه بيشوف وين وكيف وبأي وقت، لأنه بيعرف أنه المخرج بحب أنه تكون رؤيته للعمل هي اللي عم تتنفذ على الست. ومنذكر أنه نخبة من الممثلين اللبنانيين بيشاركوا مغنية وبغصن بالفيلم، من بينهم جوزيف بونصار، باميلا الكيك، فؤاد يمين، ختام اللحام. أما العمل فمن كتابة كلوديا مارشاليان، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج إيجل فيلمز لصاحبها جمال سنان. هذه أخبارنا ستارز لليوم. لحظات ومنرجع منتابع معكم مع ديزاين، خليكم معنا.